هكذا بدأ اجتماع اللجنة القانونية والإدارية في المجلس الشعبي الوطني. نواب متخلفون عن موعدهم وآخرون سجلوا غيابهم. قرابة نصف الأعضاء ما حضروا في هذا اللقاء الهام لمناقشة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، أبرز ما فيه معاقبة النواب الغائبين عن جلسات البرلمان. كل النواب من أداء وظيفتهم، وفي نفس الوقت لا نتابع النائب كأنه تلميذ في قسم أو بقدر ما نحرص على أن يكون النواب دورهم وأن يكونوا حاضرين بشكل دائم وأن يحفز القانون. بكل صراحة مازال ما لحقناش هذه المادة فيما يتعلق بالنظام الداخلي. أنا مع الفكرة، فيما يتعلق بالخصم، لكن ما نقدرش رأيي مع رأي الجماعة. ليست صلاة لكنها عبادة. عملية الدفاع عن حقوق الشعب وتشريع القوانين والمصادقة عليها تحت قبة البرلمان. يقولون عن الأولى: إذا غاب الماء حضر التيمم، وفي الثانية: إذا غاب النواب حضرت الرواتب. النائب الضمير، لأن الإنسان لما يكون ينتخب يعني الدائرة الانتخابية أو ما يسمى بالولاية يكون ربما ممثل لتلك الولاية، لابد يكون يعني الضمير، لأن النائب اللي يكون غير حاضر بدون أعذار أو ربما لأمور شخصية. النواب الذين نددوا بخصم الرواتب عن الغائبين من الجلسات أصبحوا خصوما لهذا القانون الذي يفرغ جيوبهم من رواتبهم الهزيلة. النائب ديجا الراتب نتاعو الأغلبية تاع النواب باش ما نقولش كلهم، الراتب تاعهم ماهوش تتقارنه بالراتب غير تاع الدول المجاورة، هو قليل جدا، ضعيف مقارنة بالنواب البرلمان تاع الدول المجاورة. مقاعد البرلمان الفارغة، المشهد المألوف، ظاهرة سلبية لعادة تتكرر ممارساتها وتتجدد، يقبلها البعض ويرفضها الآخر، وبين هذا وذاك لا يزال نواب البرلمان ممن حضروا يصادقون على قوانين الجمهورية. شكرا. المصوتون بلا